كثيرا ما يتعرض الزوجين في بداية حياتهم الزوجية لكثير من التساؤلات حول الحمل، ويشكل المحيطون ضغطا نفسيا على كل منهم، وقد يدفعهم بالإحساس بوجود مشكلة حول الإنجاب. عن تأخر الإنجاب وأيضا شو هي الحلول وشو هي الأسباب يلي بتدفع تأخر الإنجاب، رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع الدكتورة سوسن محفوظ، أخصائية نسائية. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتورة مرة ثانية، وأهلا وسهلا فيك. يعني بعيدا يمكن عن تطلعات الزوجين انه يكون عندهم طفل باقرب وقت، امتى بنقول في تاخر حمل؟ تمام، سؤال كثير مهم، لانه هلا هالايام ما شاء الله المرضى شهرين ثلاثه اربعه ما صار حمل بيراجعوا طبيب الهيدا. المفروض يكون في عندي عام سنه كامله من زواج، انه ساكنين مع بعض، يعني مو كمان انه تزوجوا ولا سافر الزوج لعمل او ولا عمله خارج محافظه ثانيه، انه عم يجي ولا كل شهر يومين او ثلاثه مثل اغلب هلا الاوضاع اللي عندنا. بده يكون في سنه كامله من الزواج والزوجين عايشين مع بعض خلال هيدي السنه، بحيث انه عم يصير جماع لا يقل عن مرتين اسبوعيا لحتى نقول انه صار في عندي تاخر بالانجاب. نعم. دكتورة خلينا نحكي قبل الزواج، الصبية كثرة مشاكل الصبايا دائما بنحكي فيها، من أكياس، من تليف، ويمكن من علاجات خاطئة أيضا بتؤدي إلى تأخر بالإنجاب. شو هو المظاهر الخاطئة يلي بتكون فيها الصبية قبل الزواج؟ شو هو يمكن العادات الخاطئة يلي ممكن هي تسبب هذه المشكلة؟ هلا اكثر شيء نحن من قبل الزواج انه زياده الوزن اللي عم تترافق مع الوجبات السريعه، فبالعكس كمان انه الرجيم الشديد اللي بيؤدي الى انه قله شهيه شديده وبالتالي قهم شديد فنقص وزن شديد، هدول من الاسباب اللي ممكن تزيد من تاخر الانجاب. ما حنقول عقم انه لانه اكيد في إيه حلول. التدخين هلا كثير بنشوف انه حتى البنوتات اول ما بيطلعوا كمان الارجيله هي نوع من التدخين، فهذا التدخين كمان عم بينقص من فرص الانجاب. المبيض المتعدد الكيسات صراحه شائع كثير، يعني فبس انه يعني كثير من الناس بتخاف منه وبتحسب له حساب اكثر ما بيستاهل. يعني احنا بنشوفه احيانا 90% من البنات، بس انه طبعا بتختلف الاعراض اللي بتترافق معه، انه فقط هو المبيض المتعدد الكيسات الاصابه الشديده اللي بتترافق مع تباعد طموس، انه كل شهرين ثلاثه لحتى يصير في عندي طمس، هذا الحاله هي اللي بتترافق مع تاخر بالانجاب. بس كمان اكيد في حلول، بس انه والله مترافقه مع شويه شعرانيه مع زياده وزن خفيفه، فانه هذا يعني نادرا ما يحتاج حتى لعلاج لحتى نحن يصير في عندي انجاب. بس انه اهم شيء نحن بنقول لهم المحافظه على وزن مثالي، يعني لا زياده وزن ولا نحافه شديده، والابتعاد عن التدخين. نعم. قبل الزواج كمان دكتوره كثير بيقولوا عن الضغوط النفسيه، يمكن والحاله النفسيه من اهم الاسباب يلي بتؤدي لتاخر الحمل. هذا الشيء مزبوط او لا؟ تمام. وكيف بنقدر نحن نعالجه؟ في ادويه معينه او فقط بعلاجه كمان مثل سببه بالحاله النفسيه؟ هلا الضغوط النفسيه هي عم تكون اكثر الضغوط، انه قديش صار لهم متزوجين شهرين ثلاثه اربعه ما صار حمل، يعني هذا الضغط النفسي اللي بيتعرض له الزوجين. بس الابتعاد عن نق الجيران والاهل والحماه والام والخاله والعمه، انه هذا هو السبب الاساسي، يعني كثير كثير فعلا عن جد بياثر على موضوع الحمل. انه بس بعدوا عن موضوع الضغوط النفسيه بصير الحمل عفويا لوحده. فبس انه اكثر الضغوط النفسيه اللي عم يتعرضوا له هو النق من الجيران، الوسط يعني. تماما، بس الابتعاد عن هذا الوسط والنق بيصير الحمل، بيصير الحمل مباشرة. دكتورة كثير في من الزوجين بيروحوا على الطبيب بيقول لهم اثنيناتكم ما عندكم أي مشكلة، ومع هيك بيصير في تأخر بالإنجاب، أو ممكن تكون مشكلة هي غير مكتشفة بالوقت الحالي، ممكن تظهر بعد أشهر متقدمة. خلينا نحكي شو هي أبرز المشاكل يلي ممكن تسبب تأخر بالإنجاب وليس العقم. تمام، هلا نحن في عندنا ثلث الأسباب ممكن تكون عند الرجل، وثلث الاسباب عند المراه، وثلث الاسباب عند الزوجين. في 30% من الحالات انه في عندي تاخر انجاب بيكون غير مفسر، يعني ما عندي اي سبب عند الزوج وما عندي اي سبب عند الزوجه، انه بس انه ما عم بيصير حمل. احيانا يعني بعد 3 سنين طبعا على الاقل من الزواج والمحاولات، انه اذا ما صار حمل بنقول لهم يلجاوا لطفل الانبوب. احيانا بيعملوا اول محاوله طفل الانبوب وبعدين بيرجع بيصير حمل عفوي يعني لوحده، لانه هذا عقم غير مفسر، يعني ما في عندي سبب واضح. في اسباب مناعيه احيانا ممكن تكون، انه والله في اضداد بتتشكل ضد النطاف ما بتخليها تقدر توصل لعند البويضة، لأنه الإلقاح هو بيتم بأنبوب فالوب، فكمان هذا بيسبب أنه تأخر بالإنجاب.
هلا اهم الاسباب عند الرجل كمان التدخين، بنرجع بنحكي مثلا الكحوليين، تعرض للحراره العاليه، يعني انه واقفين طول النهار مثلا دوام، اصحاب الافران، اصحاب المحلات اللي بيتعرضوا لحراره عاليه، فهذه بتؤدي لاذيه للخصيتين، وبالتالي بتؤدي لخلل بحركه النطاف او حتى بتعدادها او حتى باشكالها الطبيعيه. يعني احنا عندنا فيه مو انه بس والله كان التعداد منيح معناتها بيصير عندي حمل، في عندي حركه للنطاف، في عندي اشكال طبيعيه لإلها، انه لازم تكون قادره لحتى توصل وتلقح بحركه طبيعيه وبصيغه صبغيه طبيعيه. عند النساء ممكن تكون مثل ما حكينا هلا المبيض المتعدد الكيسات، وانه هو ما ممكن تتاخر شهرين وثلاثه وست اشهر وسنه، نحن بنعطيهم مهله 3 سنين قبل ما نتدخل بالاساليب المساعده لحتى يصير في عندي الالقاح المساعد اللي هو طفل الانبوب. طبعا من الاسباب اللي هيدا انه هي اهم شيء انه تنتبه انه كمان على الانترنت خصوصا بعد فتره الزواج، الالتهابات طبعا مو الالتهابات النسائيه العاديه اللي بتراجعنا فيها الفطريه، هيدي عاديه ما ما ما, ما بتسبب تاخر بالانجاب، وانما هي الالتهابات اللي بتنتقل عن طريق الجنس مثل السيلان والمكورات اللي ممكن تؤدي لاذيه بالانابيب وبالتالي انه تسكر عندها هيدي الانابيب. احيانا بتكون اشكال الرحم، يعني بنرجع بنحكي وبننبه كمان في حالات انه تجي بتقلي عندي رحم ذو قرنين، ايه رحم ذو قرنين بتحملي، يعني مو انه والله هذا التشوه اللي بيؤدي انه ما بيصير يعني في حمل، بيكون في عندي هيك رحمين، يعني الرحم هو شكل مثلثي، هي بيكون عندها رحمين مثل رحمين، بيكون في حاجز بقلب الرحم بيفصل بين بيفصل الرحم لجزئين، بيختلف هذا الحاجز انه قديش بيكون طوله وبالتالي قديش الرحمين منفصلين، هدول بيحملوا للاسف يتعرضوا بسرعه احيانا لعمليات جراحيه مشان ينشال هذا الحاجز، بيؤدي لالتصاق بقلب الرحم وما بقى بيصير حمل. بنرجع بننبهون انه الرحم ذو قرنين بيحملوا، بس انه احيانا بتصير بناخذ احتياطاتنا من بدايه الحمل، انه بتصير ولادات مبكره او اسقاطات مبكره، لانه واحد بيكبر وواحد بيصغر، فهذا الرحم اللي بيكبر الطفوله دكتوره اللي رحم الطفوله لا ما بصير اي حمل للاسف، ما بصير في حمل. وكمان دكتور الرحم الطفولي اللي اليوم عم تكثر الاسئله عنه، هل يوجد علاجات وهل ممكن طريقه للشفاء من الرحم الطفولي او ممكن النضوج؟ هذا الشيء دكتوره كيف بتجاوبي عنه؟ لا، الرحم الطفولي وراثي وللاسف بس يتشخص، فالحل الوحيد هو زرع الرحم. لا يوجد اي حلول، ما في حلول ثانيه. طيب دكتوره في حالات تاخر الحمل اذا بدنا نقول، امتى بنلجا لطفل الانبوب؟ هل ممكن يكون الحل الاول او في اول شيء حلول بنبدا فيها لنوصل له؟ لا طبعا اكيد، نحن هلا حكينا انه بعد 3 سنين لحتى نلجا لطفل الانبوب من المحاولات بالحمل، ففي كثير هو اهم شيء اول شيء تشخيص السبب، يعني احيانا عند الزوج بنعمل نحن دوبلر لحتى نتاكد في دوالي حبل منوي وبالتالي بحاجه عمل جراحي ولا لا، عند المراه بنكتشف انه في عندي اضطراب بموضوع الاباضه ولا عندي اشكاليه بموضوع الانبوبين ولا عندي اشكاليه بالرحم انه نحن في اورام ليفيه او الاشكاليات اللي نحن عم نحكي عنها. اول شيء لحتى ننفي كل هدول الاسباب ونعطيهم مهله 3 سنين، انه لانه قلنا 30% من الحالات هي عقم غير مفسر اضافه للضغوط النفسيه الشديده اللي بتتعرض لها الوحده بعد ما مرقت سنه على الزواج وما صار حمل، فهيدي بنعطيهم مهله 3 سنين لحتى نحن نقول انه لازم بقى نفكر بعد ما نكون استنفدنا كل وسائل العلاج وكل وسائل التشخيصيه اللي نحن بنحتاجها. نعم، بعد الزوجين بداعي السفر ممكن او يعني إلا أسباب كثيرة بيسبب ممكن تأخر بالإنجاب إذا أكيد، لأنه نحن عم نحكي حتى لو كان ولد ثاني أو ثالث، حتى لو كان ولد ثاني أو ثالث ممكن تنجب أول ولد إنه تزوجوه أول شهرين. طبعا نحن احتمال نسبة الحمل تراكمية، يعني أحيانا بتجي المريضة بتقول لك إيه طب أنا عندي الإباضة منيحة وتحليل زوجي منيح وما عندي إشكاليات بالأنابيب، ليش ما صار حمل؟ لأنه تعشيش الحمل نسبته تراكمية شهر ورا شهر، يعني أول شهر احتمال إنه يعشش عندي 25%، ثاني شهر 30 35، لهيك نحن بنعطي عام كامل عامل سنة كاملة لحتى نقول انه والله انه تأخر الانجاب معناتها في اشكالية اخرى. لما ما بيكونوا عايشين مع بعض فانه نحن انه يعني مثل ما قلتي احيانا بتجي المريضة انه والله جاي زوجي شهرين، انت احتمال الحمل عندك 30% فقط، يعني خلال هالشهرين لازم يصير في حمل، ما بتزبط حتى لو اعطينا محرضات ابادة، حتى لو كان عندي يعني ممكن تزيد نسبة الهيدا بدل 30 تصير 35%، بس مو انه والله اذا انا صار عندي 5 بيوض معناتها انا رح احمل. بنشوف هاي الحالات للاسف وقتها بنشوف خصوصا كيسات المبيض على التحريض الجائر، انه جاي شهرين تاخذ حب تحريض اباضه انه بدي احمل خلال هالشهرين.
لازم يكونوا السنه كامله عايشه في انجاب. ما دخل لا التحريض ولا غير التحريض ابدا. ما بيصير دائما كمان السؤال دكتوره انه اليوم نحن كيف بنقدر نعرف العمر الانجابي الصح للمراه؟ البعض بيقول انه اليوم صارت الانثى يمكن ب 30 شوي صعب فرص الحمل عندها، هذا الشيء صح او لا؟ لانه كنا نسمع من قبل فوق ال 40 ممكن يصير حمل، هذا الشيء شو اليوم؟ تمام، سؤال كثير مهم. مزبوط، المرأة للأسف مع العمر بخف الإخصاب عندها، أفضل عمر إنه يصير فيه الإنجاب هو بين العشرين والثلاثين. هلا بعد الخمسة وثلاثين بخف، بس إنه بضل في إمكانية للإنجاب. هي المشكلة إنه الرحم بيكبر بالعمر وبالتالي احتضانه للبيبي بيصير أقل، البويضة كمان بتكبر بالعمر وبالتالي بتزيد نسبة التشوهات الصبغية. فنحن لهيك بنقول لهم إنه الأفضل إنه يكون الحمل هو بعمر أصغر، بالأربعين بيصير، بالخمسة وأربعين فإنه ممكن يصير الحمل، بس إنه بتصير نسبة الاختلاطات أكثر، نسبة إنجاب الأطفال المصابين بتشوهات صبغية أكثر، الإسقاطات أكثر، لأنه هيدي البويضة صارت أكبر بالعمر يعني، فما بتقدر بتعشش وبتمسك منيح مثل لما بتكون البويضة أصغر. بس ما عم نسمع دكتورة، يعني اليوم عم نسمع كثير مشاكل يمكن ما كنا نسمع فيها قبل. من زمان كنا نسمع حدا مثلا وصل للخمسين وصار في بيبي، اليوم ما عاد سمعنا بهذا الشيء. هلا لأنه زادت نسبة التدخين، زادت نسبة الغذاء غير الصحي، قلت نسبة الرياضة، كانت المرأة تتحرك تروح تشتغل، حتى الشغل بالأرض هو بالأخير حركة ورياضة. ما كان في تدخين، كان غذاء صحي، فهذا الشيء كان يساهم. هلا كله أكل جاهز. هلا كله أكل جاهز وتماما، وما فيها وفي تدخين كثير وما في تمارين رياضيه، وتلاقي الكل قاعد بس على الموبايل وعمل هيدا يعني، فهذا الشيء بخفف نسبه الخصوبه. دكتوره دائما ثقافه الانجاب عندنا اياها شوي بعدها مخجله بمجتمعنا، يعني الصبيه يمكن بتخجل تسال، او لما تسال ممكن حماتها تقول لها شيء، امها تقول لها شيء. خلينا نعرف الوقت الاباضه الصحيح عند الصبيه. تمام مزبوط، للاسف نحن هي الثقافه الجنسيه كثير بتضل عندنا انه فيها شوي من التحفظ، فاغلب النساء عندنا الدوره التمصيه عندهم 28 يوم، يعني فتره الاباضه بتكون باليوم 14. طبعا نحن ممكن نعطي مجال يومين ثلاثه قبل يومين ثلاثه بعد. دائما بتجي المريضه وبتسالنا انه انا ايمت يوم الاباضه، انا ما فيني احدد يوم الاباضه بالضبط، بس انا بحدد فتره الاباضه. فتره الاباضه هي بتكون انه قبل 14 يوم من مجيء الطمس، مو من عد من اول يوم. يعني مثلا نحن متوقع انه يجي مثلا الدوره التمصيه عندي 28 الشهر، من عند من 28 شهر للوراء 14 يوم بتكون هو يوم الاباضه. بنعطيهم 3 ايام قبل و3 ايام بعد خلال هالفتره الاسبوع، بنقول لهم هذه فتره الاباضه لازم يصير فيها الجماع كل 48 ساعه. هي فتره الاباضه كل مريضه بتحسب دورتها، بتتوقع مثلا تجيها مثلا 25 الشهر، بتعد 14 يوم لورا، بيطلع معها يوم، بتضيف له 3 ايام وبتنقص منه 3 ايام، بيطلع معي فتره الاباضه. هيدي الفتره اللي لازم يتركز فيها الجماع. بتضيف له، بتضيف 3 ايام، يعني مثلا طلع 15 الشهر، بتضيف 3 ايام على 18 الشهر وبتنقص 3 ايام 12 الشهر. من 12 ل 18 هي يعني الفترة. في 5 6 ايام هن فترة الاباضة حكما بدها تكون بهي الفترة. دكتورة اذا بدنا نحكي عن طفل الانبوب اللي عم نشوف يمكن بعض الاشخاص عم يعيدوا التجربة كذا مرة، هذا الشيء بتشوفيه ممكن يأثر، او يمكن حالة الانجاب من اول محاولة لطفل الانبوب هي الانجح؟ شو برأيك دكتورة؟ هلا بنرجع بنحكي انه محاولات طفل الانبوب مثل محاولات الانجاب الطبيعي، يعني هي الاشكاليه بتعشيش الحمل، حتى لو انه هلا صار فيه اجراءات اكثر تقدما انه يعملوا تنظير ثقوب ليزريه لزياده نسبه تعشيش الحمل، الادويه البروجسترونيه اللي بتنعطى اللي بسموها بالعاميه ادويه التثبيت، كل هيدون الفرص يعني ممكن تزيد شوي نسبه تعشيش الحمل. فهو بالاخير مثل الحمل الطبيعي، احتمال الحمل هي 20 21% بالحمل الطبيعي 25%، وبتزيد مع تكرار المحاولات. بس مشكله الكلفه الغاليه لطفل الانبوب هي اللي بتخلي المرضى ما يقدروا يرجعوا يحاولوا عده محاولات ورا بعض. هلا العمر كمان بيلعب دور مثل ما حكينا بهذا الموضوع، انه لما بتكون عمر المريضه صغيره بتجيني عمرها 25 سنه بدها تعمل طفل الانبوب، غير لما بيكون عمرها 35 او 40 سنه بدها تعمل طفل الانبوب. هذا بال 25 اذا في رقم ذكوري اي يعني مثلا بتجينا مريضه متزوجه جديد، وخلينا نقول مرق سنه، هنا ما بينطروا سنه يعني بالعاده الازواج، وخلينا نقول مرق سنه وشفنا انه في عقم ذكري وغير قابل للعلاج، بيجينا ازوسبيرميا وبنعمل خصعه خصيه، في عندي افات معينه، انه خلص هيدي فورا بنتحول لطفل الانبوب، انه ما في امل بالهيدا،
فما عندي حل وقتها تكون غير تفرغ. طيب دكتورة، الإسقاطات المتكررة ممكن هي تأثر على الإنجاب؟ يعني كمان عم نشوف هاي الحالات كتير شائعة، الصبية ما عم توصل للشهر الثالث الرابع عم يصير في إسقاطات ومتكررة جدا. أول شيء عند الإسقاط أيمت لازم يصير في حمل مرة ثانية؟ ثاني شيء ليش هي، يعني هذا يمكن موضوع كتير كبير ومتشعب، ولكن خلينا نحكي هل بيأثر كتر الإسقاطات إنه يصير في عقم؟ لا تماما، هذه نقطة كتير مهمة وسؤال كتير مهم، إنه الإسقاطات المتكررة إنه بتمنع الإنجاب؟ لا، إلا إذا المريضة تعرضت أثناء أحد الإسقاطات، مثلا صار عندي نزف غزير، كورتاج شوي جارف يعني يكون قاسي شوي، فإنه ممكن يؤدي إلى شوية التصاقات بقلب الرحم، إنه هذا ممكن يمنع الإنجاب. إذا كانت في ظروف مثلا هيدي الإسقاطات عم تصير ظروف غير عقيمة، كورتاجات غير عقيمة أو كذا، ممكن تؤدي لإنتانات. حتى الإسقاطات المتكررة العفوية لوحدة لا، ما بتأخر موضوع الإنجاب. طبعا ايمتى بنسمح لهم بالانجاب؟ حسب ايمتى عمر الحمل، قديش كان عمر الحمل وقت اللي صار الاسقاط، لما بيكون عمره شهرين غير لما بيكون عمره 7 شهور. وقديش في من السيدات صار عندهم اسقاطات وما رجعوا عند دكاتره؟ هذا الشيء يمكن طبعا لما بتصير مشاكل، لما بتصير بدون استشارات طبيه، فهذا اكيد بده ياثر عندي على موضوع الانجاب، لانه بده يصير في عندي اختلاطات. اذا صار في عندي انتان بباطن الرحم، يعني انا صار عندي التصاقات، اذا ضلت بقايا موجوده بقلب الرحم ممكن تتحول لشغلات ثانيه. مثلا يعني احنا بنقول لهم حمل العنقودي او الكوريوكارسينوما او الرحى، انه فهاد كمان بنطلب منها بقى يصير في تاخر بالانجاب، لانه بده علاج سنه وسنتين احيانا. فبس الاهمال بموضوع الاسقاطات المتكرره. طبعا اهم شيء بالاسقاطات المتكرره كمان تشخيص السبب، انه ليش عم بيصير عندي هذا الاسقاط، شو السبب اللي عم بيؤدي لهذا الموضوع. والاهم الاهم الاهم انه نحن مو من اول اسقاط، يعني انه مريضه اجت والله هذا اول حمل لي، في شيء اسمه بيضه رائقه بموت الجنين، بعمر بكير كثير فما بيتشكل عندي جنين، وهيدي كثير بنشوفها. اكثر الاسباب اللي بتؤدي لها هي مشاكل صبغيه، وهذا ما له علاج، وانه ممكن ما يتكرر، بس الام بتضل بتخاف انه انا رح ارجع احمل، ممكن جيب بيبي كامل. فعاده على اسقاط لمره واحده، نحن بالاسقاطات المتكرره اسقاطين او 3 اسقاطات لنبلش بالتحاليل. فاسقاط مره واحده، اي امراه ممكن يصير في عندي اي اشكاليه، تتعرض لترفع حراري، تتعرض لانتان اثناء الحمل، تتعرض لرد نفسي شديد، يكون في عندي اشكاليه صبغيه، خصوصا احنا ممكن تتعرض لمواد كيماويه ممكن، فهدول الشغلات كله ممكن ياثر على هذا الموضوع. دكتورة، المانع الطبيعي لسنوات او المانع الدوائي لسنوات بيسبب؟ سؤال كثير كثير مهم، خصوصا المانع الطبيعي. كثير بتجينا المريضه انه دكتور عم اعمل مانع طبيعي وقالوا لي بينشف الرحم، انه ما بقى احسن انجب. للاسف هذا حكي اكيد 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 غير صحيح نهائيا، لا علميا ولا المانع. الموانع بالعكس، الادويه الثانيه اللي ممكن ناخذها لحب المانع ما يعني ما بيأخر، ما بيمنع الحمل بعدين، وانما بتتاخر. مثلا بعد حب المانع من الا ممكن تتاخر 3 شهور ل6 شهور لحتى يصير عندي الحمل. بالاوبر مانع الحمل ممكن يصير عندي انقطاع طمس لمده سنه بعد اخر جرعه بتاخذها، فانه بيصير في تاخر بالانجاب، بس انه لا، ما انه ما بقى بيصير انجاب ابدا. اهم شيء خلينا نقول المانع الطبيعي بهي الحاله، بس انه اهم شيء نقطه المانع الطبيعي. ايه انه مانع طبيعي بينشف الرحم؟ اكيد لا، ما في شيء اسمه بينشف الرحم. مجرد وقفت المانع، اصلا احتمال الحمل على المانع طبيعي 25%، يعني هي وعم تعمل مانع كثير بيجونا انه صار في عندي حمل. نعم، اكيد. كل الشكر لك دكتوره على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، يعني معلومات كافيه. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك دكتوره سوسن محفوظ، شرفتينا. يخلي لي اياكم كلكم ذوق. اما هلا اكيد بنروح الى تقرير كثير مميز هلا. طبعا ليا بلشت الرجعه على المدارس وبلشوا الطلاب بالعوده.